كنا قاعدين بالبيت ودشوا علينا باب ليهال مبطلينه، دشوا علينا بالبيت 33 جندي عراقي معاهم ضابط. استغربنا، دشوا ودوروا بالمخاد بالمخازن، طلعوا اعلام. انا كنت قاعده بالصاله، طالعني هذا الضابط كان يقول لي، يقول لي روح فدوا لعيونك. ايش قال لك؟ اروح فدوا لعيونك. اي قليل الادب. قليل الادب، شلون بروح اذبحه؟ اللي ما تستي على وجهك. قلت له حرام ماخذين عيالنا بتعدمونهم، شو مسوين؟ شو مسوين؟ شو مسوين هم لما تبتعدمونهم؟ ايه؟ من اللي يقول هالحكي؟ انا. هذا انت يا شكريه. اي. تقولين حق هالحكي حق منو؟ ضابط العراقي اللي دخل على حق الضابط العراقي. اي. عن ال 13 واحد اللي بيعدمونهم. اي. صار عقبها؟ عقبها صرت ضحيه يعني، بس اني فتشيتهم. لا ماني فاهم هالمعادله. انا فاهمك. الضابط انجبر فيني. الضابط انجبر فيه. الضابط اللي هو معاه الافراد انجبر فيه. شو انجبر فيه بالضبط؟ يعني شو اللي شد من عيوني، قال عيونك، اقول لك روح فدوا لعيونك. اه يعني انت عيونك. عيوني. انهبل يوم شاف عيونك. انهبل. يعني جمالك وانوثتك اختصروا كل الدنيا بالنسبه له. ما قام يشوف احد قدامه. لا كلش. غيرك انت. غيري يعني. انا. الحدث وايد مهم. اي. ادري وحدث تاريخي. إيه؟ فنبي نفهم تفاصيله. ايش قال لك؟ قال لي شوفي. اروح فدوا لعيونك، عيونك هاي بها سحر. قلت له عجبتك؟ كان يقول، اقول لك روح راح تطلع. انا صراحه ما الومه. هل هو من الله يعني فيني سحر يعني من الله؟ انا اعتقد كذي. اي يعني انا اعتقد. لا جد مو امانه. إيه اعتقد يعني. انه هذا الجمال مثل ما قلت قبل شوي. إيه ما ادري سمعتيني ولا لا، قلت لك هذا الجمال جمال رباني من رب العالمين. إيه. انت استانستي وقتها؟ لا. اي أنا قاعدة بروح بلا ذبحون عيالي. صح صادق. وين استانس؟ إيه أنت يعني ما كنت في جو رومانسي يخليك. أوكي. أنا سألت أشكره، قلت يعني أنت الحين لما حبيت عيوني شنو شفتيها؟ قال شفت بيها براءة الدنيا كلها. الله، هذا من اللي يقول لك هالكلام؟ هذا الضابط العراقي. بعد ما سألتي أنت إيش حبيت بعيوني؟ قلت له. إيش قال لك؟ قال لي شفت بيها براءة الدنيا. صادق. معني أنا ما أحبهم بس هو صادق بهالكلمة. صح.